وحول فوضى السلاح في العراق وتعمد الميليشيات تخزين سلاحها في الأحياء السكنية، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. لماذا تقوم الميليشيات، أو بالأحرى مما تخاف عندما تقوم بتخزين سلاحها وعتادها داخل الأحياء السكنية وبين بيوت المدنيين؟ هذه الميليشيات هي عصابات إجرامية لا شك أنها، وهي تتخادم مع المحتل الأمريكي وتعمل في ظله. لا شك أنها تعلم أن هذا المحتل سينقلب عليها يوما، لأنه يستخدمها كما استخدمها من قبل، كلاب للحراسة وكلاب للنهش ويعني ذبح العراقيين. في يوم ما سينقلب عليها عندما تنقلب الموازنات الدولية أو تنقلب بعض الظروف الدولية التي تتطلب التضحية بهؤلاء القتلة المجرمين. ولكن الأهم مما يخافون هو أن هذه الميليشيات لا تهتم لأمر المواطن العراقي. نعم. الذي تخبئ سلاحها بين يعني بيوته وفي المناطق السكنية، لأنها حقيقة ميليشيات مستهترة بكل المعاني الإنسانية وبكل التقاليد المعروفة في العسكرية في العالم. هذه ميليشيات كما قلنا عصابات قاتلة مجرمة، استباحت الأرض والعرض والمال والدم، وبالتالي هي لا تأبه بأي شيء وترتكب كل الموبقات، ومنها والجرائم، ومنها جريمة إخفاء. نعم. الأسلحة والأعتداء ومخازن الذخيرة في المناطق السكنية. من ناحية أخرى أستاذ مصطفى، كيف تسمح الحكومة ومؤسساتها العسكرية والأمنية بتخزين السلاح في الأحياء السكنية على الرغم من أنها تهدد حياة المدنيين، وكانت هناك حوادث كثيرة بالفعل راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى؟ هذه السلطات من المؤكد أنها أيضا هي الأخرى لا تهتم بشؤون المواطن العراقي، وإلا لكانت تصرفت في مناحي عديدة وليس في هذا المجال فقط بما يخدم المواطن العراقي ويحقق أمنه واستقراره. ولكن هذه السلطات هي كذلك كما قلنا لا تهتم بشؤون المواطنين. الشيء الآخر الذي تكشف عنه هذه القضية، وهي أن هذه الميليشيات تغولت إلى الحد التي باتت أكبر حتى من السلطة التي يفترض أنها تتبع لها. ونحن رأينا في مواقف عديدة كيف أن هذه الميليشيات تتمرد بين قوسين على قرارات القائد العام للقوات المسلحة، وكيف أنها تصطدم بقوات الجيش كما يسمونه، وكيف أنها يعني تستولي على أعتداء وتجهيزات القوات المسلحة، في حين أنها يفترض فرع من فروع القوات المسلحة وتدين بالولاء وبالطاعة لأوامر القائد العام للقوات المسلحة كما يسمونه. نعم. وهي في الحقيقة هذه التسميات كلها بعيدة عن الواقع. الجميع يعلم أن هذه كلها عصابات إجرامية لا تتورع عن ارتكاب كل الجرائم. قبل أيام كانت هذه الميليشيات الإجرامية قد سرقت بعض من الزوارق العسكرية من إحدى المناطق في على المطلة على نهر دجلة في بغداد، وهي هذه الزوارق تابعة لقوات الجيش. وبالتالي يعني هذه الميليشيات تغولت على القرار السياسي وهيمنت على القرار السياسي والعسكري والأمني والإداري وحتى على الخدمي. نعم. العراق كله رهنا. ولعل هذا كما يؤكد مراقبون يكذب ما تدعيه يعني الحكومة من أن هذه التشكيلات عسكرية رسمية وهي على غرار الهياكل العسكرية في الجيش والشرطة. لو كان الأمر كذلك فلماذا تضع أسلحتها بين السكان؟ يعني كما قلت، هي تضع أسلحتها في كل مكان، هي تستولي على هذه المناطق المقرات، وبعضها مقرات حكومية أو بعضها مدارس، بعضها بيوت للمواطنين. وهناك أيضا هدف ربما غير مرئي أو غير منظور بشكل واضح،
وهي محاولة لطرد السكان من هذه المناطق المحيطة بالمقرات التي تستولي عليها هذه الميليشيات كجزء من عمليات التغيير الديموغرافي والقضم السكاني الجارية في العراق بشكل حثيث في مناطق عديدة من العراق. هذه الميليشيات تستولي على هذه الأراضي، يحصل هذا في مناطق في بغداد وفي خارج بغداد. هذه الميليشيات كما قلنا تستولي على يعني منافع اقتصادية تعود للمواطنين وعلى مقرات سكنية ومقرات رسمية وعلى مدارس وعلى بيوت للمواطنين، وهي بالتالي تطرد هذه هؤلاء المواطنين الذين يقطنون بجانبها، تطردهم وهم مضطرون لذلك لأن وجود هذه الأسلحة القابلة للانفجار أو القابلة للتدمير من خلال قصف معين من جهات يعني مختلفة. نعم. كل هذا يهدد سلامة وأمن المواطنين فيضطروا إلى مغادرة المناطق المحيطة بهذه البقرات. هذه المغادرة الإجبارية أستاذ مصطفى بلا شك تحتاج إلى تعويض، لو كان هناك حكومة يهمها أمر المواطن أن يضطر المواطنون إلى بيع ممتلكاتهم و منازلهم للاستقرار في أماكن أخرى أكثر أمنا، فهذه مسألة تعد خسارة كبيرة للمواطنين. هذه الميليشيات أصلا هذه يفترض إذا كانت يعني قوات عسكرية نظامية كما يزعمون يفترض أن تكون في مقرات ومعسكرات خارج المدن، ويجب أن تحفظ سلاحها وتخزن عتادها وفق السياقات المعمول بها في القوانين العسكرية وفي الإجراءات المتبعة في كل مكان في العالم. نحن رأينا في كل مكان كيف أن هذه القوات العسكرية ويعني مقرات هذه القوات سواء التدريبية أو سكناتها العسكرية أو مذاخرها ومستودعات سلاحها تكون خارج المدن، بينما هذه الميليشيات كما قلنا هي عصابات، ولذلك يعني تنشر سلاحها وتنشر إجرامها في كل مكان، وهي بالفعل حيثما مرت تحدث جريمة هنا أو جريمة هناك. أشكرك جزيلا رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، شكرا لك.